خوتي خواتاتي السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي تضربوا معايا واحد الدويره. بغيت نوريكم الاجواء كيفاش دايره هنايا في فصل الربيع. اليوم 21 مارس اللي كتعني النهار الاول في ايام الربيع. وانتم كيف ما كتشوفوا ها فصل الربيع في كندا. هالاجواء ديال فصل الربيع وي بدات الثلج كيذوب، يعني بدات القضيه كتزيان تدريجيا، وانما الثلج باقي. يعني فيما دورتي عينيك فيما شفتي كتلقى الثلج. قضيه اخرى، يعني واخا كتشوفوا الثلج بدا كيذوب بحال ما هكا والجو بدا كيسخن تدريجيا، غدا عاطين في الميتيو بلي كاين طومبيت، يعني غدا غطيح غيطيح الثلج بكثره، عاوتاني الدنيا كامله غتكون لي بيضاء، ما تبقاش تشوف هاد الطرقان بحال ما هكا، كلشي غيولي ابيض. ها نتوما كيما كتشوفوا المياه، هاد المياه كامله كانت ثلوج وبدات بدات كدوب. واحد القضيه اخرى خوتي، فاش غادي تجيو كندا غادي تلاحظوا كثره ديال لي بارك، كثره لي بارك، يعني فيما مشيتي اي ولا اي بلاصه سكنتي فيها الا كتلقى بالجوار ديالك كاين بارك. هاد البارك دابا انا ساكن، هذا هو الحي فين ساكن انايا. هاد البارك بعيد عليا تقريبا بدقيقه ابي، يعني كتمشى غير دقيقه ولا قل كاع من دقيقه. هذا حدا الدار، هاد البارك هذا كتلقى فيه ملعب ديال الكره، ملعب ديال التنس، البلاصه فين يجلسوا الناس، البلايص ديال لي بوبيل، المكان ديال فين كيلعبوا الاطفال، يعني فهادشي باش كندا كيقولوا عليها جنه الاطفال. يعني بكثرة لي بارك اللي فيها، يعني كاين البلايص فين الاطفال يقدروا يدوزوا الاوقات ديالهم. بيان سور في فصل الشتاء الناس ما كيجيوش لهنايا لي بارك لحقاش ما عندهمش كيديروا يلعبوا، كتكون الدنيا مبلوكيه بالثلوج. ها نتوما اخوتي كيف ما كتشوفوا، هذا غير بارك من لي بارك الصغار. ها نتوما كيفاش قداش كتشوفوه، اما كاينين دي بارك اللي هما كبار، ما تقدرش تساليهم كاملين رجلك، تلقاهم كبار بزاف، فيهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي وبزاف ديال الالعاب. المهم اخوتي هانتوما غاديين معايا، غادي ندوركم يعني تكتشفوا معايا كيفاش عامله الحومه ديالي. نمشيو نتمشاو وندورو في الازقه وغادي تشوفوا معايا كيفاش دايره الاجواء هنايا. واحد القضيه بالنسبه للناس اللي هما قرابين يجيو لكندا اللي كيتسناو الفيزا، بغيت ننصحكم واحد النصيحه، هي انكم فاش تبغيو تجيو حاولوا تشريو بزاف ديال السراويل الجين. جيبوا معكم يعني قدر ما شحال ما قدرتوا تجيبوا معكم ديال السراويل الجين جيبوا، لحقاش هنايا في كندا الجين غالي بزاف، غالي بزاف، سيرتو الجينات ديال الشباب اللي هما لي جون. اما بالنسبه ديال الناس الكبار كتلقى شي حاجه اللي هي في الثمن رخيص، اما السيل ديالنا حنايا لي جون كتلقاه غالي بزاف. يعني بغيتي شي حاجه مزيانه السيل اللي انت باغيها تقدر تعول على 150 دولار 200 دولار 250 دولار باش تاخذ سروال الجين. الوغ لهذا كنصحكم انكم تجيبوا معكم سروال الجين من المغرب. في المغرب كيف ما عارفين السروال شي حاجه اللي واعره كتاخذو ب 150 درهم، هذا هو الثمن اللي معروف في المغرب. يعني 150 درهم بحال قلتي هنايا شي 20 دولار، 20 دولار ما تجيبش لك حتى سروال ديال السروال ديال النعاس مزيان، حتى بيجامه. لهذا حاولوا تجيبوا معكم السراول ديال الجين، جيبوا معكم 5 6 10 كاع ديال السراول، ما حيت انت النهار غادي تجي اول مره غادي تعول بيان سي، غادي تجلس واحد 2 ولا 3 ما غاديش تهبط للبلاد. قضيه اخرى خوتي، عشان تجيو تلاحظوا هنايا في كندا، يعني الطريقه ديال البلان كيفاش مبنيين الديور وكيفاش، يعني كل دار الا كتلقى عندها ستاسيونمون ديالها فين كتحط الطوموبيل، كل دار كتلقى فيها الجرده ديالها ضروري. يعني اي دار هنايا تهضر على الديور ماشي لي زابارتومون، الديور كتلقى عندهم الجرادي ديالهم والبلاصه ديال ستاسيونمون فين تتحط الطوموبيل ديالك السياره، ماشي بحال مثلا حنا في المغرب كتلقى داك الشيء عشوائي، شي داخل في شي وكاينين شي ديور اللي ما فيهمش كاع ستاسيونمون راه مشكله وصافي. ها نتوما كتشوفوا بحال الدار هذه ضروري كتلقى كتشي مثلا شريتي دار هنايا ولا كتلقى ضروري الجرده.
كيعجبني الصراحه مره نخرج نتمشى يدور فيا الدم. الواحد ما يخصوش يبقى يولف راسو العكز يبقى جالس غير في الدار، الا جا من الخدمه ولا هذه يبقى جالس في الدار. واخا تجي من الخدمه خرج تمشى شوف الدنيا كيفاش دايره. المهم الواحد يحرك رجليه لحقاش انا الكلاص كيجيني خايب، الكلاص كيولف العكز بزاف و انتما كتشوفوا الشانطي راه شحال هادي في الناس اللي متبعيني مش هادي كانوا تشوفوا الفيديو ديال الكلاوح. يعني هاد الشانطي ما كانش يبان، كان كلشي كيبان مبيض، ما كاينش كاع الشانطي ما كيبانش، كلشي مغطي بالثلج، التريطوارات ما كانوش يبانوا. دابا القضيه راه بدات كتزيان تدريجيا، بحال اليوم راه كاين 7 ديال الدرجات 6 دوغري، يعني 6 دوغري راه مزيانه هنايا دابا حاليا فهاد الوقيته هادي. ولكن غدا عاطين في الميطيو عاطينا غيطيح الثلج عاوتاني، ماشي مشكل. كنوعدكم بلي النهار غادي تجي وراه غادي تولفوا كيف ما انايا راني ولفت دابا، بس كتجيني عاديه. خارج دابا لحقاش 7 دوغري هنايا في هاد البلاد هادي راه شي حاجه طوب في هاد الوقيته هادي. 7 دوغري راه تخرج وتسارى و... المهم كيف ما عارفين اخوتي راه المحتوى ديال القناه ديالي ماشي غير المواضيع المتعلقه بالهجره وانما الحياه في كندا بصفه عامه. القضية اللي غتجيكم هنا في شكل في كندا هو هما الشركات ديال المكالمات. مثلا بغيتي تاخد بيس ديال التليفون ضروري خاصك كل شهر تشارجي ضروري، الا ما شارجيتيش المشكل فينا هو الا ما شارجيتيش صافي كتحبس ديك لاكارت كتسمى بحال غير بلاستيكه حاطه في التليفون، ما يمكنش لك لا تعيط لا تستقبل، صافي كتسمى ديك لاكارت بحال كتبلوكا ما كتبقى خصك ضروري تشارجي. زياده على هذا الشيء هنايا الانترنت وعندهم غالي بزاف في كندا، ما عرفتش علاش هنا غالي بزاف. الا بغيتي دير ابونمون مثلا رقم اللي فيه مثلا الكونيكسيون فيه المكالمات فيه الاس ام اس خصك تخلص ابتداء من 35 دولار، و35 دولار الصراحه غاليه مقارنه مع اوروبا. اوروبا عندهم الشيء رخيص بزاف، هذا هو المشكل هنايا عندهم الشركات غاليين بزاف، والاغلبيه ديال الشركات بالكونترا ضروري خصك دير الكونترا. الا شركه وحده هناك شركه سميتها شاطر الوحيده اللي ما كديرش كونترا، ولكن راه الكونيكسيون عندها عيانه. المهم سيرفيس ناقص ماشي شي حاجه. هذيك اخوتي اللي هي راهي هذيك ايكول بريمير هنايا حدا الدار، ايكول بريمير فهاد ليكول هادي كاين واحد لابيسين اللي هو كبير بزاف غراتوي، يعني اي واحد، ولكن بشرط خصك تكون ولد الحومه ولد السيكتور هذا، يعني كدير لهم الوثيقه اللي كتدل على انك ولد السيكتور هذا كتدخل يعني كتعوم، يعني كل شيء غراتوي ما كتخلص والو. انتم اخوتي شوفوا الاحترام، يعني الطوموبيل حبسات ليا في السطوب، حق الاسبقيه العقليه، مساله عقليه. حنا في المغرب واخا كتلقى حق الاسبقيه كتلقى ديك البلاكه اللي فيها مثلث داير بالاحمر، يعني هذه كتعني حق الاسبقيه، ولكن في المغرب ما كنشوفوش حق الاسبقيه. فاش كتكون انت جاي باغي تقطع كتلقى هذاك اللي سايق الطوموبيل تيكسيري باش هو يدوز قبل منك ما يخليكش تقطع النو. هنايا واخا تكون انت بعيد شايفك جاي من البعيد كيحبس ويخليك حتى تدوز على خاطرك. هادشي كيف ما تنقول دائما مساله عقليه، يعني الواحد فاش يبغي تغيير وبغي بزاف الحوايج يتبدلوا في البلاد ديالو
اول حاجه خصو يدير يغير نفسه بعدا هو الاول عاد يشوف الشيء الاخر، حيت الا غيرنا نفسنا حنايا والعقليه ديالنا تبدلات وتحضرات راه بيان سيغ اي حاجه غادا تزيان من القدام. لحقاش حنايا الشباب ديالنا هما اللي كيرفعوا المشعل من القدام، ولا كان الشباب ديالنا يعني واحد الشباب اللي ما كيحترم حتى شي حاجه راه بيان سيغ البلاد ديالنا راه عمرها غادا تقدم. مهم مرحبا بكم معايا في هذه الجوله هذه، حبيتكم تمشيو معايا تضروا معايا دويره هنايا في الحومه فين كنسكن هنا، ما ولا البلاصه فين كنسكن انايا. هذه البلاصه سميتها ريفيير دي بريري، الناس اللي هما ديجا هنا في كندا راه عارفينها. هانتوما كيف ما كتلاحظوا ما غتلقاوش داك بحال البني ديال المغرب، كتلقى مثلا شي داخل في شي نو. هانتوما راه من قبيله وانتوما غاديين معايا كل بلاصه الا وعندها ستاسيون ديالها فين كتحط الطوموبيل، الجرده كل دار الا وكتلقى عندها الجرده ديالها كبيره. صراحة واخا الجو سخون شويه فاش كتخلي يدك، واخا 7 ديال الدرجه فاش تخلي يدك خارجه بزاف كتحس بها بحال كتجمد، ماشي مشكل. الخوت صراحه راه التفاعل ديالكم راه ناقص، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتخلي الواحد يتشجع انه يزيد يعطي اكثر واكثر. لحقاش ما كنلقاش التفاعل ديالكم في لي كومونتير، ما بحال كلشي ما باغي يعرف حتى شي حاجه على كندا، يعني ما كنلقاش بزاف ديال الناس اللي ما باغين يجيو كندا ما عرفتش واش كيحشموا يكتبوا في كومونتير ولا خايفين انهم الا كتبوا في كومونتير غتجيهم شي ظاهره، ولا راه كومونتير راه فابور جيم راه فابور، راه ما كتخسر والو، راه انا اللي كنبذل المجهود باش نوصل لكم المعلومه، انا اللي كندير واحد المجهود كبير باش كنقلب لكم على داكشي نتوما اللي باغينو، ولكن يد وحده راه ما كتصفقش، حيت انايا راه واحد النهار الا شفت قضيه ما كاين لا تفاعل ولا والو مع ما نبقى ندير هاد الفيديوهات هادو، عندي الفيديوهات تمشي تبعوهم 100 واحد 50 واحد وربعه لي كومونتير وراه ما يمكنش. لهذا خوتي حاولوا تفاعلوا، حاولوا تبارطاجيو لي فيديو، الواحد ما يكونش بخيل، يكون باغي يبغي المعلومه غير لراسو، فاش يشوف المعلومه ما يقدر يدير لك لا جيم لا حتى شي حاجه. عجبتك اخويا عجبك الفيديو حاول اخويا تفاعل معنا، خلي جيم خلي كومونتير قول لي الراي ديالك، الانتقادات ديالكم حتى هي تقدر تفيدني الا كانت انتقادات بناءه، يعني الانسان فاش كيشوف شي حاجه اللي كيديرها عليها التفاعل عليها الاقبال راه كيزيدو التحفيز باش يزيد يعطيك اكثر واكثر. وهذا الشيء انا ما حد الان باقي ما لاقيش شي تفاعل، ما عرفتش علاش، واش يمكن خاصني نكون بحال شي وحدين اللي يدير لكم شي حاجه اللي هي تافهه، ولا بحال شي وحدين اللي هما كيخسروا الهضره وكيلقاو التفاعل، ما عرفتش انا الشعب المغربي شنو تيبغي، ولكن كل واحد والشخصيه ديالو، كل واحد والافكار ديالو، كل واحد والمبادئ ديالو. ما عرفتش انا علاش الشعب المغربي ولا العرب بصفه عامه كيجريو ولا كيبحثوا على كل ما هو تافه، يعني المواضيع اللي كتلقاها تافهه هما اللي كتلقى عليهم التفاعل، هما اللي كتلقى فيهم الاقبال. بحال بعض الشخصيات بدون ذكر الاسم، كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد وشنا هو المحتوى ديالو كيف ما كان، واخا يكون تافه الله يسهل عليه، هو شخصيته هكا كاينين المعجبين ديالو، ولكن ما يمكنش ان الشعب ولا الشعب المغربي كله كتعجبو ديك التفاهه والمحتوى اللي هو مبني على مواضيع اللي تقدر تفيد الشباب، الانسان ما تيقلبش عليها ما عرفتش علاش. المهم اخوتي نتمنى هذه الجوله المتواضعه تنال الاعجاب ديالكم،
وان شاء الله هاد الصامدين ان شاء الله ان شاء الله الا كتب راه غادي يمشي لواحد المسبح. هاد المسبح اللي هو مسبح عالمي وكانت تقامت فيه الدوره ديال الالعاب الاولمبيه اللي كانت تقامت هنا في كندا. والدخله ديال هاد الملعب وشحال الثمن ديالو داكشي ان شاء الله راه غادي يكون كلشي التفاصيل ديالو في الفلوق الجاي ان شاء الله. المهم تسناو ونقدر واقيلا هاد لو سامدي هذا غادي نمشي ليه وغادي ندير فيه فلوق، ولكن الفيديو ان شاء الله غنلوح لكم نهار الحد. وباقي ان شاء الله غادي ندير لكم لي فلوق ديال البلايص اللي هما الواحد يمكن يمشي ليهم ولا يقدر يدوز فيهم الوقت اللي تيكونوا غراتوي بحال لابيسينات اللي هنايا غراتوي. غنديكم بزاف ديال لابيسينات اللي هما غراتوي اللي وبالاسماء ديالهم والتفاصيل وكل شيء باش الواحد حتى الا جا تكون عنده واحد الفكره ولا واحد المعلومه مسبقه يعني يكون عارفها. المهم هاد الفيديو هذا اخوتي راه فيديو هكا يتلاح سبونطاني ما غندير له لا مونتاج لا والو، كيف ما صورتو حسبو بحال جوله مباشره يعني كيف ما تصورات هاد الجوله هذه غادي نلوحها لكم في اليوتيوب و بون فراجة لكم كاملين. غير نعاود نفكركم الناس اللي جايين هنا لكندا شريو الجينات، جيبوا معكم الجينات راه هنا غاليين بزاف. شو الاحترام اخوتي، وقفت انا لحقاش هو ما عندوش ستوب، وقفت باش نخليه هو يدوز نو هو حبس قال لي دوز انت الاول لحقاش واخا ما كاينش ستوب عندنا الحق، الحق كيرجع للناس اللي هي كتمشى الحق للراجلين، هادشي اللي كيخليك تحب هاد البلاد هادي. والله انتما كيف ما كتشوفوا اخوتي ما كاينش ستوب، ما كاينش ستوب، وانا وقفت خليته هو يدوز نو هو بقى واقف قال لي نو دوز انت الاول، يعني الاسبقيه للراجلين. حنايا راه في البلاد راه في السطوب وما تيوقفوش عندك الحق، انت عندك حق اسبقيه وما تيخليكش تدوز. والله يصاوب اخوتي ما كرهناش حنا البلاد ديالنا، حنا كنحبوا البلاد ديالنا كنبغيوها نموتوا على قبلها، ولكن ما كرهناهاش تبدل. كون كانت البلاد ديالنا زينه وعاطيانا الحقوق ما غاديش نتغربوا، لحقاش البلاد ديالك دائما كتبقى في مرتبه الحب هي الاولى. المهم اخوتي الى عجبكم هذا الفيديو هذا حاولوا يعني تخليو كومونتير يعني تقولوا الراي ديالكم، وان شاء الله نبقى ندير لكم ديما دي فيديو بحال ما هكا باش تشوفوا معايا الاجواء تدريجيا كيفاش غادي تبدا تزيان بشويه بشويه. وفي نفس الوقت كتكونوا كونتوا واحد الفكره ديال على الاجواء على الجو كيفاش عامل هنايا في كندا. المهم اخوتي بلا ما نطول عليكم الفيديو بزاف حتى هنا ان شاء الله غادي نختم الفيديو. واذا كنتي انت ولا انت اول مره كتفرجوا فيا حاولوا تهبطوا دعموا القناه بسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش ديما اي حاجه جديده تكونوا نتوما من الناس الاوائل اللي كيشوفوها. واخر حاجه كيف ديما نقول لكم تهلاو ليا فراسكم والله يسهل عليكم كاملين بداكشي اللي كتمناو والله يعاونكم. السلام عليكم.